بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين والمنطلقين في هذه الأشواط. شوط الجعدان ينطلق على حضراتكم مباشرة مع المركز الأول اللي انطلق في بداية هذا الشوط بقيادة مهيض مطر بن سالم الحجري مع المركز الأول. أما في المركز الثاني الغدوم مع ثاني المراكز لافي علي بن سالم المالكي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث القادم والمنطلق ايضا هناك شاهين سالم بن سيف الدويكي مع المركز الثالث والمركز الرابع. القدوم والتقدم ايضا من ملهم احمد بن حمد المالكي على المركز ايضا الثالث والمركز الرابع، نعم، وخامس المراكز شاهين المر بن سالم الغفيلي. هذه النتيجه. اعود الى المركز الاول الى الثنائي الجميل والتقدم من لافي علي بن سالم المالكي المنطلق في هذه اللحظات، لكن التحدي موجود من قبل هناك بشعار الدويكي مع شاهين سالم بن سيف الدويكي القادم في هذه اللحظات. على المرتبة الثالثة ملهم أحمد بن حمد المالكي، على المركز الثالث المركز الرابع شاهين المر بن سالم الغفيلي. أعود إلى المركز الأول إلى التحدي الجميل إلى العرض المثير اللي ما زال الدويكي في المركز الأول غير في مقدمة هذا الشوط. ارصد القدوم القوي والمميز من شعار الغفيلي اللي تقدم في هذه اللحظات بقيادة شاهين المر بن سالم الغفيلي، غير سريع نحو المركز الأول، نحو التحدي الجميل، نحو التحدي المثير، منطلقا نحو الناموس، نحو الانتصار بهذا العرض الرائع والجميل والأجمل في هذا التحدي المميز. تهانينا والناموس لمالك شاهين المر بن سالم الغفيلي على انتزاعي شوط الجعدان. المركز الثاني كان شاهين سالم بن سيف الدويكي، والمركز الثالث اللي انطلق هناك لافي علي بن سالم المالكي. توقيتنا الزمني 2:08 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا على هذا.